يفتقر أطفال المخيمات السورية إلى ألعابهم التي أجبروا على تركها بعد رحلة التهجير الأخيرة، وفي محاولة لإعادة رسم البسمة على وجوههم من جديد، يعمل فريق صناع الأمل التطوعي على توزيع ألعاب جديدة عليهم في المخيمات المنشأة حديثاً على الشريط الحدودي مع تركيا، علها تنسيهم تلك التي بقيت تحت ركام منازلهم المدمرة. ضيعتنا صار عليها قصف كتير وضرب، وطلعنا وما طلعنا معنا لا أغراض ولا شيء، تركنا ألعابنا هنيك وأجل باصنا هون لعنا على المخيم، طالعنا نقلنا ألعاب وأغراض. أطلق الفريق أيضاً حملة باص الأمل لتوزيع الملابس والأحذية على المهجرين، بعد أن حولوا الباص إلى متجر ألبسة مصغر مقسم إلى أقسام تحوي ملابس لجميع الفئات العمرية بهدف سد الفجوة والنقص في الحاجيات تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك. الحملة تستهدف العوائل النازحة مؤخراً نتيجة الحملة الأخيرة على المناطق المحررة. استهدفت الحملة عدة مخيمات عبر مراحل. المرحلة الأولى كانت بمنطقة حارم ومنطقة كفرة خاريم، استهدفنا 500 عائلة. المرحلة الثانية كانت بمنطقة سرمدة ومخيمات البردقلي، أيضاً استهدفنا 500 عائلة. وهلأ حالياً أطلقنا المرحلة الثالثة اللي بتستهدف 500 عائلة بمنطقة دركوش ومخيمات دركوش والمنطقة المحيطة فيها. في الوقت الذي يتجهز فيه الناس لإخراج الملابس الصيفية وتخزين الملابس الشتوية، هناك من لا يجد شيئاً ليخرجه أو يخزنه بعد أن خرج من منزله قسراً دون أي أمتعة، إلا أن فكرة الباص أتاحت للأهالي الحصول على بعض حاجياتهم من الألبسة. كل عائلة بتطلع بتختار الملابس اللي هي بحاجة لها. الملابس كانت بتتضمن ملابس رجالي نسائي ولادي وألعاب صغيرة، كنا نفرح فيها الأطفال ونشوف البسمة على وجوههم لما هن يختاروا ألعابهم. اخترنا الملابس خاصة بسبب احتياجات أهلنا النازحين جدد للملابس، واللي هي شيء أساسي، حاجة أساسية لهم. وصل عدد المهجرين جراء الحملة العسكرية الأخيرة وفق فريق منسقو استجابة سوريا العامل في الشمال السوري إلى 966,140 شخصاً، معظمهم يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة.